أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى بعذاب أليم.
حملته أمه وهنا على وهن وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع السبيل من أناب إلي يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك إن الله لا يحب كل مختال وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أو في الأرض يأتي بها الله
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا ثم نضطر
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق والحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ألم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك صبار شكور صدق الله.